Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis avec ma mère. السلام عليكم خوتي خواتاتي المشاهدين المشاهدات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مبروك عواشركم، تدخل عليكم ان شاء الله الصحيحه والسلامه، وباش ما تمنيتو نتوما وما عز عليكم. اليوم خوتي خواتاتي جيت نشارك معكم واحد مسمنات صغارين عامرين، ندير نشارك معكم الافكار ديالي يصلحوا حتى في الشهر رمضان. نبداو على بركة الله. عندي هنايا ثلاثة الكيسان ديال الفرينة، وعندي نص كاس ديال الفينو، هما عندي معلقة كبيرة ديال السكر، عندي جوج معالق ديال الزيت، وعندي الملح هيا دولا على حسب الذوق، لحقاش راه عندنا الشرمولة دايرة واجدة حتى هي فيها شوية ملحة. عندي شوية خميرة ديال الحلوى، معلقة صغيرة ومعلقه ديال الخل، ونجمعوه بالماء. والحشوه ديالنا خوتي خواتاتي ما بغيتش نشركها معكم، كل مره كان نديروها نفس الحشوه، والاختيار يبقى لكم باش ما بغيتو ديروا ديروا. انايا عندي هنايا فلفله حمراء، فلفله خضراء، وجوج بصلات، ها هما شحرتهم غير شويه خرقهم والابزار والملحه شويه ديال الزيت، وها هما عندي هنايا الحشوه، هي طايبه بردت. وعندي الطون، ها هو هو الطون، دابا نخويه هنا نخليه يندمج معاه باش تلقى فيه ديك النسمه ديال الطون. واللي بغى يدير الكفته يدير، راه حتى من الكفته تجي زوينه هكا. خليطوه بحال هكا باش يندمج لينا، ونخليوه نعجنو العجينه ديالنا على راحتنا تكون بردت لينا الحشوة هكا. ونبداو على بركة الله، بسم الله. هو الكيسان باش ديال اتاي اللي كنشربو فيهم اتاي، وهاد نص كاس ديال الفينو خلطوهم. ديرو السكر ديالنا معلقة، هيا خميرة ديال الحلويات ديرو هاد المقدار منكتروش. ندير معلقة ديال الخل، وهذوك جوج معالق كبار ديال الزيت، والملحه بطبيعه الحال، الملحه على حسب الذوق، ما نكثرش الملحه لحقاش الحشوه راه فيها الملحه. هيا هكا نخلطو كامل، هي راه تجي هشيشه مع كيطيبو في الفران، يجيو زوينين. دابا نجمعو بالماء، الماء عادي ماشي سخون ما والو، خوتي خواتاتي نجمعو العجينة، ندلكوها غير واحد جوج دقايق ثلاثة ونغطيوها. غادي دابا نجمع العجينة ديالي ونتلاقى بكم. دونك سوا تو باخي، دونك غو تو الموند، فوالا خوتي خواتاتي المشاهدين المشاهدات، هاي العجينة ديالنا دلكناها واحد جوج دقايق حتى ثلاثة بحال هكا، هاي خرجتنا على هاد القوام هذا. نبداو على بركة الله، نشكلوها كورة صغار هكا غير صغارين بحال هاك، ها
دابا نخليوها ترتاح لينا باش نشكلوها واحد 20 دقيقة هكاك فاش ترتاح، ومن بعد ان شاء الله باذن الله نتلاقاو بكم باش نورقوهم ونعمروهم. دونك واش غتخوف ابري دونك غوتو مون فوالا خوتي خواتاتي مشاهدين مشاهدات، احنا رجعنا معاكم. ها هو العجين ديالنا تطلق على هذا الشكل. نبداو على بركه الله ونغطيو بحال هكا بلاستيكه، نديرو شويه ديال الزيت هكا، نكرسوهم نخليهم يرتاحوا بحال المسمن عادي حتى نورقوهم كاملين ونطويوهم عاد نعمروهم باش يجيونا زوينين قادين هكا. العجينة ديالنا ارتاحت مزيان، شحال ما خليتوها ديالكم تساعدكم هكا في الطرق، تخليوها حتى ساعة جوج سوايع تعجنوها قبل وتخليوها وديروا الحشوة على بكري وتخليوها تبرد باش ما تقطع لكمش العجينة. وهي هادي هكا هما يجيو غير صغارين، هذوك ثلاثه الكيسان اللي درنا معاكم تاع الطحين خرجوا لنا ها هما هذه الكميه كامله تسع الحبات، هما راهم يجيو زوينين وخفاف. اخوتي خداتي سالي الكميه نتلاقى بكم باش نعمرهم. دونك او تو مون فوالا خوتي خداتي المشاهدين المشاهدات، ها حنا سالينا الطرق ديالنا ديال المسمنة تاعنا، دروك غادي نبداو بالاوله كاع اللي درناها في الاول اللي ورقناها هكا هكا نزيدو نورقوهم هكا، رقوا ليها الجناب هكا بسم الله بحال هكا. يا هاد الحشوه تجي لذيذه، دابا ديرو هكا كنجيبو واحد الزيتونه هكاك حلا بحال هكا باش نسدوها، هو نديرها في الطاوة ديالي بحال هكا هما راهم يجيو زوينين، بالخصوص في الشهر ديال رمضان الانسان يروح للحبيبه مع كاس ديال العصير حقاش فيهم الخضار فيهم الطون فيهم كيجيو بنان هكا يجيو خفاف. خوتي خواتاتي نوريكم واحد الطريقه اخرى، هادي ديروا فيها الفرماج تاع هادي بغيتو ديروا فيها الفرماج ديروا، انا الوليدات ما يبغيوش الفرماج هادي ما خصناش نورقوها كاع بحال الاخرى نديروا حشوه هكا عفوا سمحوا لي هكا ديروا فيها الفرماج
هكا تسدوها تدكو عليها تجي هكا عاود تجي شكل زوين. اخوتي خواتاتي نساليو الكيمياء وتلاقاو بكم باش نردهم يتعبو. دونك سوتخوا ابخي دونك غو طول موند فوالا. خوتي خواتاتي المشاهدين ها هما السمينات نتاعنا عمرناهم ها هما جاونا على هذا الشكل هذا ها هما هكا. دونك راني مسخنه الفران على 180 درجه دونك غادي نردهم يطيبوا نديرهم لتحت حتى يشدوا في راسهم ونديرهم الفوق كي يتحمروا. ومين تشوفوهم الاخر حنا ما غادي ندهنوهم لا بصفر بيض لا والو غير هكا. من تشوفوهم طلعوا شويه شدوا بانسو بحال هكا ديك الزيت اللي كينزل من الرغيفات نتاعنا نشدو ديك الزيت بحال هكا وندوزو عليهم البانسو هذيك باش تعطينا ديك القرماشه يجي بحال باتفيتي. وهي هذه خوتي خواتاتي فاش يطيبوا نتلاقاو بكم ان شاء الله باذن الله. دونك on se retrouve après. Donc re tout le monde voilà. خوتي خواتاتي المشاهدين المشاهدات ها هو الشكل النهائي نتاع السمنات نتاعنا العامرين ها هما جاونا على هذا الشكل هذا ها هما مقرمشين راه بحال باتفيتي يجيو بحال بحال هكا هكا كيجيو يجيو عامرين يجيو زوينين هكا. هادو عاود هما هادو هكا جاونا على هذا الشكل ها هما محمرين وخفاف مقرمشين حتى هما. ودرت لكم جوج ديال الاختيارات اللي بغى يدير هذا المكارين يدير اللي بغى يدير هادو يجيو على شكل بيتزا يجيو زوينين. وهي هذه خوتي خواتاتي مرحبا بمشاركين جداد والقدام وما تنساوناش خوتي خواتاتي بلي لايك والبارتاج كثروا لنا بلي لايك الله يجازيكم بخير ابوني والا فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه. دونك صافا نو فيديو نيشتي با لايك وزابوني بارتاجي اوغفوار.